بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي ملعب سي بي سي 2 في كل مكان، اهلا بيكم في يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج الملعب. بالتاكيد احداث كثير شهدها الاسبوع الماضي، من ضمنها الاهلي والزمالك ولقاءاتهم سواء على المستوى الدوري العام، وايضا الانديه اللي بتحاول تجتهد وبتصارع انها تكون موجوده في الدوري الممتاز، وفي انديه اخرى بتحاول انها يكون ليها نصيب انها تكون موجوده في الدوره الرباعيه. مزيد من هذه الاخبار وعندنا النهارده تحديدا نادي المانيا هيكون ليه نصيب خاص، ولكن خليني في البدايه ارحب بالزميل العزيز الدكتور ايهاب الكومي. اهلا بك. اشكرك زميل عزيز علاء مرتضى، وبحييكم اعزائي المشاهدين مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان. حلقه جديده من الملعب. خلاص زي ما حضراتكم تعودتوا ان يوم الجمعه بنقسم الملعب الى فقرتين. الفقره الاولى بتكون بصحبه زميلي علاء مرتضى بيتكلم فيها عن كل ما هو جديد وخلال الموسم الحالي في الدوري العام وايضا الدوريات الافريقيه وماذا جرى خلال الاسبوع المنقضى، سواء كان بالنسبه لانديه القمه الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد السكندري سموحة. خلاص أندية القمة بدأت تتغير، ما عادش الأهلي والزمالك أو الإسماعيلي فقط، طلع لنا سموحة، طلع المقاولين العرب، طلع الاتحاد السكندري سيد البلد مرة تانية، كواليس وحاجات جديدة جدا هنشوفها معاه في الفقرة الأولى. لكن أيضا النهاردة المشكلة اللي هزت أرجاء الوسط الرياضي، ليس الوسط الرياضي فقط بل هزت أرجاء مصر كلها، الجريمة الأخلاقية التي تمت في نادي بلدية المحلة. هيكون ضيفي النهاردة في الفقرة الثانية كل من الدكتور محمد الشافعي رئيس نادي بلدية المحلة والسيد عمرو البنا عضو مجلس الإدارة. هتكلم حقائق هتسمعوها وتشوفوها لأول مرة، هنشوف مين المتسبب الحقيقي في هذه الأزمة الأخلاقية. هنتعرف كمان كيف نتفادى وقوع مثل هذه الجرائم الأخلاقية في الأندية الرياضية خلال الفترة القادمة، والمتسبب المفروض نعمل معاه ايه. هتكون اسئله، يعني مش عاوز اقول هتلاقوا اسئله محرجه في بعض الاحيان، اسئله مستفزه في احيان اخرى، لكن كل ده عشان نصل الى الحقيقه، واعتقد ان هو موضوع يستاهل ان احنا نقفله بمشيئه الله النهارده مع الدكتور محمد الشافعي، لان المفروض ما نتكلمش فيه تاني سواء كنا هنا في سي بي سي او في اي مكان اخر، لان دي جريمه اخلاقيه بكل ما تعني الكلمه. لكن بكل تاكيد علاء اهلي الزمالك، الاهلي عنده مباراه غدا ان شاء الله اياب الكونفدراليه امام الدفاع الحسني في المغرب، وايضا الزمالك بعد الهزيمه المريره من بتروجيت في الاسبوع الماضي باربع اهداف مقابل هدفين عنده مباراة أمام القناة المتطلع، القناة الرائع هذا الموسم مع الكابتن أحمد سعيد. يا ترى هتتكلم عن إيه وهيكون معك إيه في الفقرة الأولى؟ بالتأكيد زي ما قلت عندنا لقاء الأهلي والدفاع الحسني الجديد بكرة، وعندنا الأهلي وعندنا الزمالك والقناة بعد غد يوم الأحد إن شاء الله. ولكن النهاردة زي ما نوهت من شوية عندنا لقاء مع اثنين من لعيبة المنيا، المنيا اللي أثار يمكن شغف ناس كتير بتتساءل. المنيا اللي أبهر وأسلج صدور المشجعين بعد صعوده للدوري الممتاز ووجوده مع الكابتن شديد قناوي، وكله تفاءل خير وقال إنه هيكون ممثل حقيقي لأندية الصعيد في الدوري الممتاز. ولكن سرعان ما تأتي الأحداث وبنشاهد حاجات ونتائج مغايرة تماما. كابتن شديد قناوي كان موجود، ولكن فوجئنا جميعا برحيله إلى نادي أسوان، ثم تولي القيادة الفنية وإسناد المهمة لكابتن علاء نبيل نجم مصر واللي تألق بشكل كبير جدا سواء كلاعب أو عنده خبرات فنية كبيرة، وكله تفاءل خير بكابتن علاء نبيل. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، كابتن علاء نبيل اتجه لمنتخب مصر الأول طبعا، مهمة وإسنادها لي ضرورة كبيرة، وأوصى بتولي كابتن تامر مصطفى كالمدرب العام في وقت كابتن علاء نبيل يكون هو المدير الفني. ولكن كابتن تامر خسر ثلاث لقاءات رحل، ثم يأتي كابتن محمود صالح عنده خبرات كان مدرب عام إم بي وبتروجيت، بعدها بيأتي كابتن
ابراهيم صدقي. المهم في النهايه الخاسر الوحيد هو نادي المنيا، ووجوده يمكن ومركزه الحالي صعب جدا في الدوري العام، 11 عنده 9 نقاط في المركز ال11، وبالتالي تتصعب فرص بقائه في الدوري الممتاز، ومن الممكن او بشكل كبير جدا ما نلاقيش المنيا موجود في السنه الجايه. عن هذه الاسباب وعن تداعيات هذا الموقف حوارنا هيكون مع الاثنين من نجوم نادي المنيا، وليد انور بالاضافه الى كابتن محمود رمضان. هنحاول نوصل معهم وندور على اجابات لاسئلتنا اللي هنطرحها هنا من خلال برنامج الملعب. دكتور ايهاب، خليني استعرض معاك نتائج مباريات الاسبوع 18 و19 من الدوري العام عشان بعدها نقدر نعمل قاعده نتكلم على اساس. الاتحاد السكندري تفوق بهدفين على غزل المحله مقابل هدف وحيد، الجونه 1 المقاولين لا شيء، الداخليه بيخسر نتيجه 0-3 امام سموحه، مصر المقصه تعادل ايجابي امام الرجاء بهدف لكل فريق، الانتاج الحربي بيخسر نتيجه 0-1 ويواصل خسائره امام امبي، القناه بيخسر نتيجه 0-1 امام تليفونات بني سويف، المانيا واتحاد الشرطه وخساره بنتيجه 0-1، بتروجيت 4 اهداف مقابل هدفين للزمالك في مباراه دراماتيكيه كبيره جدا، وادي دجله بيخسر نتيجه 0-2 امام الاسماعيلي، حرس الحدود يتعادل سلبيا امام النادي المصري. اما مباراه الاسبوع 19 مباراه من الدوري العام، المقاولين تفوق بنتيجه كبيره على مصر المقصه 4-2، كابتن طارق يحيى كان طلب انه يتقدم باستقاله ولكن رفض مجلس مصر المقصه، واثنوا على الكابتن طارق يحيى وقال انه كان ليه دور كبير جدا ومؤثر مع الفريق في المواسم الماضيه. ام بي تعادل ايجابي مع الداخليه بهدفين لكل فريق، سموحه والتاخر امام في ديربي اسكندريه والهزيمه من الاتحاد السكندري 3-2 في مباراه كانت قويه جدا، كانت يوم الخميس تحديدا. الرجاء تفوق على الانتاج الحربي بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد، تليفونات بني سويف ووادي دجله مباراه هتكون يوم الاحد بعد بكره، الاسماعيلي وطلائع الجيش، المصري والمنيا، اتحاد الشرطه وبتروجيت، والزمالك والقناه زي ما قال الدكتور ايهاب الكومي من شويه. بخصوص الزمالك عندي شويه اخبار، ابراهيم صلاح خلاص وقع رسميا لنادي الزمالك لمده 3 سنوات، عقد بيقال ان مبلغ 2 مليون وهيزيد 400,000 كل سنه لمده 3 سنين. عموما ابراهيم صلاح التزم بوعده وقال انا مش هلعب في مصر غير للزمالك، وبالفعل كان موجود. بخصوص مباراه القناه والاستبعادات اللي هتكون موجوده، احمد سمير وهاني سعيد مش موجودين في تشكيله ميدو في هذه المباراه لاسباب فنيه، وفي مفاضله حاليا وحديث عن الصفقات ومفاضله ما بين معروف يوسف لاعب اتحاد الشرطه وبابا اركو وميدو بيفاضل بين الاثنين دول، وايضا حديث عن اقتراب عبد العزيز توفيق شقيق او شقيق احمد توفيق لاعب النادي المصري، عزيز احتمال كبير يكون موجود في صفوف نادي الزمالك. ايضا عندك دكتور ايهاب في الدوري في الدرجه الثانيه تحديدا، وفي شد وجذب وفي صراع على القمه، وشفنا بتتبدل وسهاج في المجموعه الاولى، وعندنا كمان المجموعات الثانيه في منافسه جديده في دوري الدرجه الثانيه اظن، وباقي كمان حوالي اسبوعين او ثلاثه على نهايه الموسم. هي خلاص في بعض المجموعات حسمت امرها وصعدت بعض الفرق رسميا الى دوره التاهل، يعني كان اولهم طبعا نادي منتخب السويس في المجموعه الرابعه مع الكابتن خالد جلال اللي عامل موسم اكثر من رائع، وايضا نادي كهرباء الاسماعيليه مع الكابتن عطيت وعامل ايضا موسم رائع، وصعد الاثنين الى دوره الترقي في المجموعه الرابعه. عندنا الصراع على المركز الثالث المحصر الآن بين فريق الشرقية في المركز الثالث وأيضا المريخ في المركز الرابع، وبيجي من بعدهم نادي دمياط اللي يعني عاوز يدخل في المعمعة. أيضا في المجموعة الخامسة نادي بلدية المحلة وطنطا في المركز الأول البلدية وطنطا في المركز الثاني، وخلاص يعني مباراة واحدة نقطة للبلدية صعد رسميا، وأيضا فوز وحيد لطنطا اللي هتجمع مباراته مع سمنود في الاسبوع القادم مشيئة الله، لو فاز فيها يصعد مباشره. هيبقى الصراع على المركز الثالث ما بين سيرسليان اللي هو حاليا في المركز الثالث، وايضا نادي شربين اللي موجود في المركز الرابع، وبدا يدخل في الصوره وبقوه نادي بالاس، ومن وراهم نادي المنصوره، فصراع مرير جدا على حجز بطاقه التاهل الثالثه لدوره الترقي. ايضا في المجموعه السادسة الأولمبي السكندري في المركز الأول وشبه حسم الموضوع خلاص رسمي، أيضا نادي كفر الشيخ العائد هذا الموسم والذي قدم موسم أكثر من رائع مع الكابتن أشرف خضر المدير الفني للنادي والقادم من جهاز الناشئين بنادي الإسماعيلي، خلاص كفر الشيخ بقى تخصص مدربين من الإسماعيلية، عمل موسم رائع جدا مع أيضا رئيس مجلس الإدارة السيد أشرف أبو حليمة، وخلاص قاب قوسين أو أدنى من الصعود. دمنهور الضبع مليل كفر زيات، الصراع المرير على حجز البطاقة الثالثة. طبعا في المجموعة الأولى في الصعيد الكراسي الموسيقية كل أسبوع زي ما علاء قال بتتغير وبتتبدل ما بين سوهاج
المراغة، الألومنيوم، عندنا كمان أسوان، ففي صراع يعني النقطة والنقطتين في المجموعة الأولى. الأسوت سبورت في المجموعة الثانية حجز المقعد خلاص، عندنا بعد كده بترول أسوت وعندنا صاملوط، صراع أيضا على التأهل. هنا في المجموعة الثالثة في مجموعة القاهرة نادي النصر خلاص، بعد كده موجود مع شرقية للدخان بشبه أيضا اللي هو يكون صعد، وبعد كده يعني في صراع ما بين السكة الحديد ونادي النجوم المستقبل على المركز الثالث. لكن خليني أقول إن حلاوة الكرة على خلال الأسابيع، يعني أنا متابع جيد جدا وبحب أحضر المباريات دي، أروح أحضر أشوف في الملعب. كنت في مباراة سيرس ليان ونبرو الأسبوع الماضي اللي قبل الماضي اللي نبرو فازت فيها على سيرس ليان، في سيرس ليان ب3-2 وعطلت سيرس ليان. المباراة الماضية كانت طنطا وسيرس ليان، كنت موجود، مباراة رائعة للغاية، ويعني سواء الكابتن رضا عبد العال مدير الفني لطنطا او الكابتن عماد سرور المدير الفني لسيرس ليان، وهدف وحيد يعني تفوز به طنطا في المباراه وتقترب من الصعود. فالمباراه علاء بقت غايه في القوه والمتعه زي ما بتشوف في الدوري العام اللي عاوز يصعد لدوره الترقي، ونشوف الزمالك ها يلعب على سطر ويسيب سطرين، ودي علامه ولغز كبير جدا لازم تتكلم فيه. يعني الزمالك عيب كبير جدا لما الاقي فرقه، شفت الاهلي بعيد لكن 1-2-3 وصل وبدا يثبت على المستوى. فلما اجي اتكلم عن الزمالك انت يعني كانك بتتكلم عن الاهلي، فين الزمالك؟ هل الصراع دلوقتي اللي موجود ان انا اتفق مع ابراهيم صلاح واعمل هالليله واعمل ليله اللي انا اتفقت مع ابراهيم صلاح وخلاص جبته؟ ما ابراهيم صلاح طالع منين؟ هو طالع من نادي الزمالك، فالطبيعي اللي هو يرجع لناديه مره تانية. تمام، المفروض ان احنا يبقى جانب التعاقدات في تركيز زي ما انتم شغالين، ولكن ايضا المباريات. يعني دي هزيمه كانت قاسيه جدا على جماهير نادي الزمالك، ورسائل كتيره جدا جت ارحمونا من ضغط الاعصاب اللي بيحصل من الفرقه كل سنه، والناس عايزه تشوف الزمالك في المربع الذهبي. لكن هل الاسماعيلي وبتروجيت هيسمحوا للزمالك بالدخول على حساب احدى الفرقتين؟ اعتقد الامر بقى صعب جدا عليه. بالفعل، يعني هو ده اللي بيخلي الدوري يحتد والمنافسه تكون قويه، والمستفيد في الاخر جماهير الكره المصريه بكل تاكيد. زي ما اتكلمنا عن الدرجه الثانيه وقلنا ان في انديه بتتبدل القمم وبتحاول انها تكون موجوده وتفرض نفسها في ظل امكانياتها الصعبه، ولكن المنافسه هنا القويه ما بين هذه الانديه سواء على مستوى محافظات الصعيد او محافظات بحري. ولكن الزمالك، خليني اقول لك ان الشرطه والاسماعيلي والقناه 3 لقاءات مهمه لنادي الزمالك، لو ما كسبهاش مش هيكون موجود في الدوره الربعيه لتحديد البطل. هنطلع وبعد الفاصل نتواصل مع نجوم المانيا. بالنسبة للمعمل أنا بحب أوضح لحضرتك إن مصر طبعا أنشأت هذا المعمل، ده هيبقى إن شاء الله رقم 33 على مستوى العالم. تكلفته كانت 40 مليون جنيه. الحقيقة طبعا ده بينقلنا من المحلية إلى العالمية، وهيبقى له دور كبير جدا في مكافحة المنشطات على أرض مصر. بالنسبة للقاء اللي موجودين احنا فيه النهاردة، ده عبارة عن ورشة عمل بتقيمها منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بالاشتراك مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الوادة، وبالاشتراك مع المكتب الإقليمي للمنطقة الخامسة الأفريقية اللي مقره في نيروبي في كينيا. مصر الحقيقة شرفت بأن هي تدعو الورشة العمل هنا على أرضها النهاردة وبكرة، وإن شاء الله يوم السبت في الاجتماع السنوي للمكتب الإقليمي لمنطقة الرادو أو المنطقة الخامسة الأفريقية. It's very important to gather our stakeholders. مهم جدا بالنسبه للمسؤولين في افريقيا عن مناقشه ومعرفه معلومات كثيره وهامه عن مكافحه المنشطات في افريقيا وكيفيه مكافحه هذه المنشطات، ويجب على كل مسؤول في الدول الافريقيه ان يدعم هذا الامر ويواجهه بشكل كبير جدا، وايضا قال ان ده مهم بالنسبه للشباب في خلال الفتره القادمه. Critical for us to to raise programs. This is an important initiative that WADA took to invite this regional مهمة جدا في عقدها في أفريقيا للتعريف بكيفية مكافحة المنشطات في الرياضات المختلفة وتوضيح المعلومات الهامة بالنسبة للدول الأفريقية والمسؤولين في الدول الأفريقية والمهتمين بهذا الشأن في كيفية مكافحة المنشطات. وقال إن التعريف بهذا الأمر أو المنشطات مسؤولة عن عاتق طبعا المنظمة المسؤولة عن هذا الموضوع هي منظمة الوادة. نتكلم على إن اليونسكو لما يدعم هذا البرنامج
وخاصة بوجود ثلاثة منظمات كبيرة جدا في مجال مكافحة المنشطات، المنظمة الدولية الوادا أو المنظمة الأفريقية الرادو أو المنظمة المصرية النادو. احنا بنتكلم على موضوع هام جدا في مجال مكافحة المنشطات. يمكن احنا من الجدير بالذكر والمهم جدا احنا عندنا معمل زي ما ذكرت في كلمتي للكشف على المنشطات بكل التقدير أقامته القوات المسلحة المصرية. يمكن هو الآن في مجال الاعتماد، ومجال الاعتماد بيتطلب ان احنا نعمل عينات مجموعة كبيرة جدا من العينات، مجموعة كبيرة جدا من التدريب للكوادر العاملة في مجال مكافحة المنشطات. النهاردة بتكلم على الأعضاء الموجودين معنا من المنطقة الخمسة الإفريقية، بعد إفريقي هام جدا على المستوى السياسي، بعد مهم جدا في مجال مكافحة المنشطات، وجود اللجان الأولمبية، في ممثلين اللجنة الأولمبية المصرية، ممثلين للجان الأولمبية من الدول الموجودة، بالإضافة إلى وزراء الشباب والرياضة في هذه الدول. فاحنا بنتكلم على منظومة متكاملة بين هيئات دولية في هذا المجال. استضافت مصر ورشة العمل برعاية هيئة اليونسكو للدول الأعضاء بالمنطقة الإفريقية الخامسة لمناقشة كيفية دعم الهيئة لهذه الدول في مجال مكافحة المنشطات. من مقر المؤتمر أسامة أمام لبرنامج الملعب. مرة أخرى أعزائي المشاهدين نتواصل من خلال برنامج الملعب وفقرتنا. زي ما قلت لحضراتكم عندنا اثنين من نجوم فريق المنيا اللي شهد تغيرات كثيرة خلال هذا الموسم. الكثيرين تفائلوا بوجوده في الدوري الممتاز وخاصة الجماهير الصعيدية، قالت أنه يكون ممثل حقيقي للصعيد في الدوري الممتاز، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتبادل وتعاقب المديرين الفنيين للفريق، أيضا في الحديث عن تغليب طموحات اللاعبين على المصلحة العامة. كل هذه الاستفسارات هنبحث لها عن إجابة مع ضيوفنا النهاردة. كابتن وليد أنور أهلا بك. أهلا وسهلا، ازيك يا زعلان. كابتن محمود رمضان أهلا بك. أهلا وسهلا حضرتك. كلام كتير عن المنيا، البداية كانت مع كابتن شديد قناوي وصعودكم وجودكم في الدوري الممتاز، ولكن فاجئنا كابتن شديد بيترك الفريق وبيتجه إلى أسوان، ثم بيأتي كابتن علاء نبيل وبتأدوا بشكل جيد وصولا بكابتن ابراهيم صدقي ومرورا على كابتن تامر مصطفى ومحمود صالح. تعاقب المديرين الفنيين على نادي المنيا اثر بالسلب بالتاكيد، ولكن هل في عوامل ثانيه ممكن نرجع ليها اسباب هذا التراجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك ورحب بقناه سي بي سي، ونقول ان شاء الله نبقى ضيوف خفاف كده على المشاهدين ان شاء الله. منورنا فعلا. الله يخليك. طبعا اكيد دي كتر الاجهزه الفنيه دي بتاثر على اي فريق في الدنيا، حتى لو هو احسن فريق في العالم، ده طبيعي جدا. احنا بدانا مع كابتن علاء نبيل لان احنا جايين سنه واحده، لان انا وكابتن وليد انور جينا سنه مع نادي المنيا جايين نعمل حاجه كويسه، جايين نرجع اسامينا في الدوري الممتاز، نعمل حاجه لنادي المنيا. بس الظروف كلها كانت صعبه، كانت حوالي يعني تقريبا 90% الظروف كلها ضدنا. بدايه من اول زمان، انت حضرتك بتقول كتره المدير الفنيين، يعني انا واحد من الناس، انا لعبت مثلا حوالي في 5-6 مراكز. لعبت مثلا مدافع، لعبت في نص الملعب، لعبت في كذا مكان. ده برضو على ثبات التشكيل بشكل اكيد طبعا اكيد اكيد. وكل مدرب بيبقى جاي ليه وجهه نظر، ليه على ما بيعرف اللعيبه بتاعته، دي كلها بتبقى اسباب بتخلي الفريق طبعا ان انت النتائج. ربنا كرمنا، جينا اول مباراه بداناها كويس جدا مع حرس الحدود، جينا بعديها مع وادي دجله كانت في ظروف خارجه عن ارادتنا، دي اثرت برضو علينا. بدات بقى بعد كده تغيير المديرين الفنيين، كانت علاء نبيل ربنا كرمه وراح منتخب مصر، مسك كابتن تامر ما خدش الفرصه كامله 4 مباريات، بعد كده جالنا كابتن محمود صالح، بعديها جه كابتن ابراهيم صدقي، جه كابتن ياسر، جه كابتن عباس، جه كتير كتير، واخرهم كابتن ابراهيم صدقي. لكن انت واحد من اللاعبين اللي استقطبهم كابتن علاء نبيل وطلب انهم يكونوا موجودين. تمام. كنت موجود فين قبل المنيا؟ انا كنت في نادي الجونه. في نادي الجونه. نادي الجونه قبل الاتحاد السكندري وناشئين نادي الاهلي 8 سنين وبتروجيت وامبيو، يعني اغلب. انا عايز اقول لحضرتك ان عندك خبرات كبيره في الدوري الممتاز. تمام. مش انا بس في مجموعه لعيبه كبيره جدا فيها عندها خبرات كويسه، عندنا اسامي، لو قلت اسامي عدد لنا خبرات. عندك مثلا، عندك في حراسه المرمى عندك سامح علي، عندك اسامه السيد، عندك رامي ربيع، عندك محمد عبد الوهاب لاعب نادي الانتاج، عندك في لعيبه حتى الصغيره، في احمد كسله، في اسلام رشدي، في عمرو عثمان، في اسامي انا مش عايز انسى حد، في لعيبه كتير كلهم يعني. لعبوا دوري ممتاز، كلهم لعيبه، ومحمد محسن ومحمد شوقي غريب، حتى الناس الصغيره اللي معانا كلهم لعيبه كويسه. بس ودليل على الكلام اللي انا بقوله لحضرتك عليه، الموسم اللي جاي انت هتلاقي ناس في النادي الاهلي، وهتلاقي ناس في نادي الاسماعيلي، وهتلاقي ناس في بتروجيت، وهتلاقي ناس في الشرطه. ده دليل عن اللعيبه كويسه، يعني اللعيبه مش بتاعتها خارجه عن ارادتنا. انما الظروف والامكانيات، انت عارف الدوري الممتاز
بيحتاج برضو، انت عارف الانديه الشعبيه بيبقى الموارد بتاعتها قليله شويه، فدي بتفرق برضو مع الانديه بتاعتها يعني. يعني شايف ان اذا انت بتبقي بالمسؤوليه، او شايف ان السبب الرئيسي وراء تراجع نتائج المانيا هو تعاقب المديرين الفنيين وعدم ده سبب. ده سبب رئيسي. ده سبب طبعا. انما في اسباب، ممكن نقول ايه اسباب تانية؟ في اسباب يعني كتير. اسباب عدم الاستقرار في كل حاجه. انا دلوقتي واحد من الناس، انا ممكن بسافر يوم المباراه، دي طبعا ما بتحصلش في الدوري الممتاز. عندك مثلا الملاعب، الملاعب برضو، الملاعب انا مش عارف، انا رايح انا مش عارف اتمرن فين. دي حاجات كتير، حاجات كتير جدا تخلي العوامل دي اللي بتكلم عنها بجانب تعاقب المدير الفني كانت سبب في رحيل مديرين فنيين. يعني مثلا كابتن، وجود عناصر كابتن تامر مصطفى، علاء نبيل، محمود صالح، ابراهيم صدقي. بص انا ما اعرفش هي الاسباب، لان كل السبب هيبقى عند المدير الفني بتاعه. بس انا هقول لك على اخر سبب، جالنا كابتن صبري منيو قبل مباراه تليفونات بني سويف، تمام، جالنا يوم وقعد معانا واتفق معانا وخلاص، وانا موجود معاكم كابتن صبري، جالنا يوم جيت اتفق مع كل مع الاداره وكل حاجه، ووقفنا معاه وخلاص والتمرين بكره وكل حاجه، بس احنا الصبح ما لناش كابتن صبري منيو. انا ما اعرفش ايه السبب، انا ما اعرفش ايه الاسباب. انا فعلا ما اعرفش الاسباب ايه هي. يعني ما كل مدير فني بيبقى عنده السبب بتاعه، يعني كل واحد بيبقى عنده السبب بتاعه. ايه هو السبب بتاعه؟ انا ما اعرفش يعني. اكيد ما هو اكيد، بص اللعبة بتاعتي مش مرتاحه، فانا مش هعرف ادي في المكان. حتى كابتن ابراهيم صدقي برضه اللي هو الموجود معانا دلوقتي، يعني هو تولى، ممكن نقول قعد مع فرقته، حاول يشوف مشاكل اللعيبه، شاف ان الدنيا معقده بشكل كبير، الناس حل في الوقت الحالي تنجزه، حاول يعمل حاجه معانا. المشاكل صعبه. نادي المنيا، انا بقول لحضرتك، مجموعه لاعبين كويسه جدا جدا جدا، ودي بشهاده اخرهم المباراه اللي فاتت، مباراه اتحاد الشرطه، كابتن خالد القماش خارج بعد المباراه بنسلم عليه بنقول له مبروك، قال لك انتوا مجموعه لعيبه كويسين جدا. يعني دي بشهاده كل مدير فني بيلاعب نادي المنيا، وبشهاده اكتر من مدير فني يقول لك نادي المنيا عندها مجموعه افراد كويسه. وبقول لحضرتك بدليل، السنه الجايه ان شاء الله ان كان لنا عمر، هتشوف مثلا مش اقل من 9 او 10 لعيبه في جميع انديه الدوري الممتاز، من اول النادي الاهلي لحد الفرق كمان اللي صاعده، وده هنشوف خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن وليد، خليني أروح لك بالتأكيد، ولكن من ضمن الأسباب اللي عددها كابتن محمود تعقب المديرين الفنيين وبعض المشكلات مثلا الخاصة بالنواحي المادية ولكن هل الجمهور كان ممكن يكون فارق معاكم بشكل كبير في المانيا، وإنه يكون بمثابة الدافع ليكم والحافز إن تحققوا نتائج جيدة وطيبة في الدوري الممتاز؟ لا، هو بص، هي الحكايه كلها تتلخص ان في ايه؟ في عدم النظام وعدم التزام الدور. يعني كل واحد ما كانش عارف دوره فين بالظبط. اول حاجه طبعا لو كان لينا دور ولينا ملعب اساسي من الاول، احنا عارفين احنا هنلعب فين، انما احنا ما كانش لينا ملعب. كنا بنلعب حتى لدرجه انت النهارده بتلعب الانديه من كتر ما مثلا عشان خاطر احنا ما عندناش ملعب عايزين يلعبوا على ملعبه. الاسماعيلي بيطالب انه عايز يلعب على ملعبه، والشرطه عايز يلعب على ملعبه، واحنا ما عندناش مكان نتمرن فيه ولا لينا ملعب نلعب فيه، فما فيش استقرار في الملعب. انتوا لعبتوا مباراتكم بدايه الموسم على ملعب ايه؟ كنا بنلعب الحرس في الحرس، هو ماتشنا، ودجله في دجله، وبتروجيت بتروجيت. انتوا عندكم نتائج كويسه مع الحرس، وكسبتوا مباراه. ما هو احنا الحرس بس، ما هو احنا يعني هم متفقين ان احنا نكسب الحرس بس. كسبتوا تقريبا 2-1 و3-0. 2-1 و3-0 فما حظنا حلو عليهم يعني. فهو عدم الاستقرار في مكان الملعب وان احنا نلعب عليه، اكيد كان الجمهور طبعا زي ما انت عارف، خاصه الانديه الشعبيه يعني زي المحله وزي الاتحاد وزي الاسماعيلي بيفرق معاه طبعا، وخصوصا لو احنا بنلعب في المنيا. لو احنا بنلعب في المنيا مع الجمهور بتاعنا هتبقى كده المباريات صعبه يعني، فاكيد ده كان مؤثر فعلا علينا برضو يعني. خليني اسالك زي ما سالت كابتن محمود، انت استخدامك كان من كابتن علاء نبيل، هو اللي طلب انك تكون موجود؟ انا مع الكابتن، جيت مع الكابتن علاء نبيل، وكانت كل حاجه كويسه في وجود الكابتن علاء نبيل بصراحه يعني هو الراجل دوت فعلا. احنا كنا نازلين الملعب معاه بيبقى فيه نظام، كل واحد عارف نظامه، الاداري عارف نظامه، اللي عامل المغز عامل اللبس كان عامل نظامه، اللاعب كان عامل نظامه، كل حاجه كانت مترتبه معاه، وفي مكان بنتمرن فيه استاد القاهره الملعب الفرعي بنتمرن فيه، فكانت الدنيا كلها كانت منظمه. اول ما مشي بقى كده يعني حسينا ان ايه، بعدم استقرار، حسينا بعدم وجود الاجهزه الفنيه، كل واحد يجي مثلا ماتشين ثلاثه يقوم ماشي، الناس طمعانه انه يجي، لدرجه ان في يعني في مدربين اصحابي جدا يعني كبار يعني كده وبتاع، من كتر المشاكل اللي عندنا رفضوا ان هم يجوا، واخرهم كابتن صبري المنياوي. الراجل ده جه اجتمع معانا الساعه 4 مشي الساعه 8 بالليل، وكابتن محمود صالح برضه الراجل بيمشي ماتشين، كابتن هشام بيمشي ماتشين. لا يعني ايه كابتن محمود صالح يجي يمشي ماتشين؟ يعني قاعد معانا ماتشين ثلاثه بغلط كابتن صبري. اوكي، وممكن طيب عرفنا قصه كابتن صبري المنيا، ولكن كابتن محمود صالح، كابتن محمود جه قعد 3 ماتشات خسر ماتشين وتعادل ماتشين ومشي، معرفش ليه. هو كابتن محمود مشي ليه تحديدا؟ يعني كابتن محمود كان وجوده بعد رحيل كابتن تامر مصطفى المدرب العام مع كابتن علاء نبيل وسرد لي، لكن كابتن محمود صالح مدرب عام البتروجيت، مدرب عام لام بي، اسم كبير، ممكن كان يلم زمام الامور، ايه اللي حصل
خلى الموضوع يتأزم بالهجرة. بصراحه بص انا اقول لك على حاجه بصراحه، كان معانا مدير كره في الوقت ده الكابتن هشام عبد الرسول، فالكابتن هشام في الوقت ده كان يعني كان الكابتن محمود كان دايما متدخل في شؤونه الفنيه. فطبعا كابتن محمود كان المفروض عليكم من قبل مجلس الاداره زي الكلام اللي طلع وقتها، وقالوا انه في مسانده من كابتن طاهر ابو زيد او طلب من كابتن طاهر ابو زيد لمجلس اداره النادي بانه يدفع محمود صلاح كمدير فني. ما فيش مشكله حتى لو مين كان رشحه، بس الراجل عامل نتائج، عامل الراجل نتائج. الراجل بيتعادل مع الشرطه في الشرطه، هو ناقص واحد من الدقيقه 20 في الشوط الاول. الراجل متعادل مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، امشيه عامل نتائج، ايه المشكله اسيبه؟ لكن في تقريبا كان في ازمه حصلت، هو كان في ازمه كده وكان كان ليها صدى كبير، وكان مجلس الاداره تدخل وانقسم على موقفه تقريبا بالظبط. كان في ناس عايزين الكابتن هشام يمسك مدير فني، وناس عايزين الكابتن محمود، والكابتن محمود طبعا الاغلبيه طبعا ضحت بيه يعني عشان خاطر ما ينفعش ان هو الكابتن هشام يمسك مدير فني. فالراجل بصراحه يعني من الاخر كده ما استناش وقبل ان هو كده حد يتدخل في شؤونه فمشي. ادي القصه كلها من الاخر يعني. يعني شايف ان ده كان سبب من الاسباب التعاقب المديرين الفنيين؟ اكيد. خليني اقول لك عدم التنظيم زي ما انت قلت من شويه، ان الدنيا ما كانتش منظمه، الادوار مش متوزعه بالشكل المناسب. طب انت شايف تحديد الاختصاصات دي دور مين؟ دور مدير فني ولا دور اداره؟ بص يا استاذ علام، يعني احنا واجهنا مشاكل صعبه جدا جدا مش في الكوره. اول حاجه احنا كان عندنا، احنا لحد مثلا من الماتش اللي فات ما كانش عندنا جهاز طبي. مفيش جهاز طبي يعني مفيش مدرب. الموسم ده كله بتلعبوا الجهاز، مفيش مدرب مساعد، مفيش مدرب عام بصراحه. يعني ازاي مفيش مدرب مساعد؟ والله لسه جاي الماتش اللي فات، الماتشين اللي فاتوا ما كانش فيه يعني كابتن ابراهيم لوحده بس. وليد زي ما بيقول لك، هي مساله بص حضرتك نظام. انا دلوقتي انا عارف انا هعمل ايه، انا لعيب كوره، انا معروف في الدوري الممتاز. للاسف المنيا كانت بقالها حوالي مثلا 17 سنه في الممتاز بيه. فلما جت طلعت يعني هم ما كانوش مرتبين ان هم يصعدوا. فلما جم طلعوا، جه كابتن علاء نبيل بصراحه في اول الموسم جه عمل منظومه كويسه جدا، جه عمل جهاز فني، عمل نظام، عمل لائحه، عمل كل حاجه. لما جه كابتن علاء مشي الناس بقى بدات ايه، احنا فعلا زي ما بيقول مش عارفين احنا هنتمرن فين، مش عارفين احنا هنيجي فين. يعني مثلا ماتش الحرس اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي احنا كسبناه، تمام، احنا عشان اول ماتش في الدوري فكل الفرق بتبقى، كنا احنا عارفين ان الدوري موقوف فبقالنا فتره كبيره. احنا جينا 9 ساعات سفر مباراة الحرس، عندك ماتش بتروجيت، احنا جايين مسافرين يوم المباراة، ماتشات كتير، اسباب خارج عن ارادة اللعيبة خالص. يعني انا ما بحملش ده بالتأكيد، هذه الاسباب هنكملها ونتواصل سويا في حوار مع اثنين من نجوم نادي المنيا، ولكن بعد الفاصل هنشوف هل نادي المنيا قادر بما تبقى له من مباراة انه يكون موجود في الدوري الممتاز ولا لا. اسئلة اطرحها على النجومين النهارده.